السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكوتش والمؤلف أسوك حسن. هو كيف كاملين تنعرفوا بأننا تنعيش في زمن من الفرص الهائلة والاحتمالات التي لا حصر لها، لكن السؤال اللي غادي نوجه لكم إخواني أخواتي الكرام، هل نحن نعيش فعلا الرغبة أو نوعية الحياة التي نستحقها؟ نفترض بأنك كشخص منجز، يعني دائما في إنجاز، دائما يعني في موتيفاسيون، دائما محفز، دونك راه تنواجه العديد من التحديات بشكل يومي، يعني وتندرك مدى صعوبة خلق واحد التوازن وإيجاد الرضا الحقيقي في الحياة. ماذا لو قلت لك بأنك ستستطيع أن تجد وسيلة لتحطم وتتخطى كل هذه الحواجز اللي تتصدم معها في الحياة ديالك، فعلا باش تمكن في الأخير باش تعيش الحياة التي كنت فقط تراها في أحلامك فيما مضى. لهذا إخواني أخوتي الكرام، نعلن عن برنامج عن بعد مع مركز كرة الأعين والأكاديمية المركزية الأمريكية للقادة والكوتشز. هذا البرنامج بعنوان بناء حياة جديدة، اللي هو برنامج أو دورة تطبيقية عملية، الهدف ديالها لكي تزيل الستار على رغباتك الحقيقية وتساعدك فعلا باش تكتشف إمكانياتك وتقودك نحو اكتشاف أقصى الأهداف الحياة ديالك. لهذا إذا كنت مهتم فمعك إلى التواصل معنا، سنزودك بكل معلومات الدورة بإذن الله. ستنطلق ابتداء من شهر ماي، ستجد كل المعلومات لكي تتواصل معنا ونزودك بما تحتاج، وشكراً.